السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الأندرويد المقدمة لكم من موقع عالم تاني دوت كوم. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على برنامج تصوير جديد، برنامج اسمه فوجي. البرنامج ده بيتيح لك إن أنت تصور صور متحركة 3D. طبعا فكرة البرنامج مش جديدة على الاندرويد، بس هو يعتبر افضل برنامج انا شفته في موضوع تصوير ال3D. البرنامج يعتبر ببلاش، لكن علشان تفتح الهاي كواليتي او الدقة العالية بتاعة التصوير لازم يكون بتشتري حاجة جوه البرنامج. هنتعرف ازاي بنشتري الامكانيات دي ببلاش تماما عن طريق برنامج شرحناه قبل كده، وهو برنامج الفريدوم. اول حاجة هنعملها هنشغل برنامج الفوجي. طبعا انا شاريه، مفيش مشاكل. هنعرف ازاي برضو نشتريه للناس اللي متعرفش الفريدوم. بنخش على برنامج فريدوم، هنا ده البرنامج فريدوم، وبيطلع لي لستة بكل البرامج اللي ممكن اشتري منها الحاجات اللي انا عايزها، الامكانيات الزيادة او الفيتشرز الزيادة اللي بتبقى موجودة جوه البرامج. بدوس على برنامج فوجي، وبيبقى فيه هنا زي مثلا ابديت او باي برو او حاجة زي كده، بدوس عليها وبيتم الشراء بدون اي مشاكل. قبل ما نخش على ازاي هصور والكلام ده كله، هخش على السيتنج علشان اضمن ان يكون التصوير بتاعي هاي كواليتي ومفهوش اي مشاكل. اول حاجة بقول له اوبتمايزد فور كواليتي، يعني انا عايز اخلي الصورة بتاعتي في اقوى كواليتي ممكن. صورة واحدة، الاكسبوجر تايم او وقت، حاجة اسمها وقت التعريض، يعني انا هفضل اصور الصورة 3D بتاعتي لوقت قد ايه، 5 ثواني ولا 10 ثواني؟ اكتر حاجة تقريبا 10 ثواني، بس هو 5 ثواني كويس مفهوش مشاكل. بعد كده الريزوليوشن او مساحة الصورة، انا مخليها اكبر حاجة 512، المساحة unlimited علشان يديني الكواليتي المطلوب. الفيديو كواليتي اكسترا هاي، اعلى حاجة برضو. الفيديو فريم ده على حسب التليفون بتاعك. الفيديو سايكل ممكن نخليها 10x عشان تبقى برضو اعلى حاجة. الفيديو سبيد السرعة العادية. بس كده تقريبا احنا عملنا كل الامكانيات اللي المفروض ان احنا نعملها. وبعد كده هنخش على مرحلة التصوير ونعرف ازاي بنصور ببرنامج فوجي. هبدأ اخد صورة بالفوجي، بقول له هنا تيك فوتو، وعندي مجسم لبرج خليفة على شكل علبة هدايا. الفكرة كلها ان انا بخلي الكروس هير ده او السنتر بوينت بخليه دايما معلم على نفس المكان في الحاجة بتاعتي، وابدأ الف ايدي واحدة واحدة ناحية اليمين، اليمين بس مش يمين وشمال. هبدأ هنا اصور واحاول اخلي الاهتزاز بتاع الايد نوعا ما يبقى قليل جدا. هصور وابدأ اروح ناحية اليمين شوية كده. هو خلص السكاننج وبيعمل انالايزنج وبروسيسنج لي الصورة. طبعا الانالايز والبروسيس بيقعد وقت شوية لان انا مخلي الصورة بتاعتي هاي كواليتي. وبيديني تقييم هنا للصورة بتاعتي. دلوقتي نلاحظ لو انا اتحركت بالصورة هلاقيها بتتحرك معايا بشكل 3D. هو طبعا ممكن ما يبانش لان انا بصور من كاميرا، بس لو انتوا شفتوا الافكت هتلاقوا فعلا ان الصورة بتتحرك معايا 3D. طيب ممكن اعمل ايه في الصورة دي؟ ممكن اضيف عليها مجموعة من الافكتات
زي ان انا ازود البرايتنس او ازود الكونتراست تشبع اللون، ممكن ازود حاجة اسمها الهيو والساتوريشن، ساتوريشن برضو اللي هو مستوى تشبع اللون، الهيو اللي هي الالوان، اللايتنس اللي هي الاضاءة. ممكن اضيف مجموعة من الافكتات هنلاقيها كلها تحت زر اسمه FX. ممكن الغي الصورة، ممكن اعمل لها شيرينج. شيرينج ده ممكن يكون على شكل انيميتد جيف اللي هي الصور المتحركة، او ممكن يكون فيديو اقدر اشيره على الفيسبوك او اليوتيوب، وممكن اخليها زي وول بيبر متحركة. لو عملتها سيت وول بيبر بقى عندي حاجة اللي هي لايف وول بيبر. لو طلعت على الديسكتوب هلاقي ان الديسكتوب بتاعتي بقت ديسكتوب متحركة. لما اميل الجهاز بتاعي على اليمين او الشمال بلاقي الصورة بتتحرك معايا. وعشان نشوف صور تانية، في صورة هنا مثال ممكن تدينا فكرة عن الموضوع ماشي ازاي. دي صورة البنت واقفة على نافورة، لما بميل بتجيب كل حاجة حواليها. بصوا على الخلفية اكتر هتلاقيها بتجيب خلفية البيانات البنايات اللي حوالين البنت نفسها، وهي جسمها واقف ما بيتحركش، لكن كل المحيط اللي حواليها بيتحرك. وبكده نكون خلصنا شرح درس جديد من دروس الأندرويد المقدمة ليكم من عالم تاني.com. شكرا، وفي حلقة تانية إن شاء الله قريب جدا. السلام عليكم.